السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديرو تكملة حصة التطبيقات على البارح. إذا نبدأ بتمرين 6. قارن بين كل عددين ناطقين بتوحيد المقام. إذا راح نبدأ من اليسار إلى اليمين. 0.7 على 9 و 5.7 على 42. أنا هنا لكي أقارن يجب أن أوحد المقامات. إذا ما هو المقام المقترح هنا؟ إذا ما عرفتوش أضربوا المقام هذا هنا والمقام هذا هنا، حيث فهمكم كيف 0.7 على 9 كل من البسطي والمقام يضرب في المقام الثاني، يعني نضربه في 42. وخمسة فاصل سبعة على 42 نضربها في المقام الأول اللي كان في هذه الحالة هو 9، ونحسب. إذن 0.7 في 42 هو 29.4، وخمسة فاصل سبعة في 9 هي 51.3. لما ننسوا بلي الآن المقامات راح تصبح موحدة، لأنه 9 في 42 هي نفسها 42 في 9، إذن 378. إذن من هي الأكبر؟ 51.3 أكبر من 29.4. نروحوا الآن للثانية اللي هي ناقص 5 على 12، ناقص 5 على 12 و 7 على ناقص 15. هنا عندي البسط سالب وهنا عندي المقام سالب. هنا البسط سالب لكن المقام راهو موجب، إذن عددان مختلفان في الإشارة، ما هو حاصل القسمة هو عدد سالب، إذن هذا الكسر هو عبارة عن كسر سالب، إذن نكتب له إشارته بجانبه. هنا نفس الشيء، 7 موجبة و15 سالبة، إذن مختلفان في الإشارة، إذن هذا الكسر سالب. إذن هنا حذاري، عندي زوج كسور سالبة، إذن نتبع قوانين المقارنة مع الأعداد السالبة. كما راكم تلاحظوا باللي المقامين مختلفين، إذن هذا نضربه وهذا نضربه. إذن تصبح عندي ناقص 5 على 12 في وناقص 7 على 15 في. إذن هنا نضرب في 15 وهنا نضرب في 12 ونبدأ. 5 في 15 هي 75، و 7 في 12 هي 84. طبعا هنا المقام راح يكون موحد اللي هو 180. ما ننساش بلي ناقص ناقص. إذن هنا حذاري، أغلبية التلاميذ يقول لي أستاذ 84 على 180 هي الكبيرة. لا، خطأ، نحن في الأعداد السالبة. الأعداد السالبة تقول أنه كل ما كان العدد أصغر في القيمة هو أكبر من العدد الآخر، لأنه في الأعداد السالبة تنعكس كل ما كان أقرب للصفر كل ما كان هو الأكبر. إذن هذه هي حل الكسر الثاني. الآن نروح للكسر الثالث. طبعا أنا في حل تمرين 6، نسيت ما كتبتوش. إذن حل تمرين 6 دكا. عندي ناقص 19 على 24. هاني مباشرة درت الإشارة لأنه البسط سالب والمقام موجب، إذن هذا الكسر سالب، والكسر الثاني هو ناقص 5 على 8. هنا عندي 24 من مضاعفات 8، إذن هذا نخليه كما راه ما نبدلوش، وهذا نضرب كل من البسط والمقام في 3 على في 3
إذا حافظ جدول الضرب، وثمانية في ثلاثة تساوي 24. إذا تولي عندي ناقص 19 على 24، هنا تولي عندي ناقص 15 على 24. إذا شكون الأكبر؟ بيان سور هي 15 أو ناقص 15، لأنه رانا في الأعداد السالبة. نروحوا لآخر واحدة، هي أيضا سالبة، كتعدي واحدة فقط موجبة. دونك ناقص 14 على 35 وناقص 2 على 7. هنا 7 من مضاعفات 35 حيث نضربها في 5، فتصبح ناقص 14 على 35، وهنا تولي ناقص 10 على 35. بيان سور شكون الكبيره؟ هي ناقص 10. كاين بزاف تلاميذ يقول لي يا استاذه قرينا درس تاع انه نقارنوا البسوط، وكيكون البسط مانيش عارفه واش، يا استاذه علاش ما نقسموش بالاله الحاسبه ونقارنوا النتائج؟ فهموا السؤال، فهم السؤال نصف الجواب. ماذا قال لي؟ قارن بتوحيد المقام، هو كان شرطه ان نقارن بتوحيد المقامات. اذا الان راح نروحوا للتمرين 7. تمرين 7 يتكلم عن جمع كسرين. طبعا الان جمع اعداد ناطقه، لانه الان اصبحت الكسور لديها اشاره، واصبحت الكسور تحتوي على فاصله ايضا. اذا الان حل تمرين 7. اذا نبدا بالاولى. اذا 2 على 5 زائد ناقص 7 على 5. اذا هنا المقام واحد. إذن هنا واش عندي؟ عندي 2 زائد ناقص 7. إذن متفكرين قوانين جمع عددين نسبيين؟ إذن جمع عددين نسبيين مختلفين في الإشارة، أطرح وأضع إشارة العدد الأكبر. إذن 2 زائد ناقص 7 هي ناقص 5، ناقص 5 تقسيم 5 هي ناقص 1. نروح اللي بعد. ناقص 1 على 4 زائد 5 على 8. يجب أولا توحيد المقامات. من حسن حظنا أن الأربعة من مضاعفات 8، حيث 4 في 2 تساوي 8. تساوي ناقص 2 على 8 زائد 5. إذا نفس الشيء، عددين مختلفين في الإشارة، أطرحوا وأضع إشارة العدد الأكبر. إذا كل من البسط والمقام كان موجبا، إذا هذا الكسر موجب. صح. نروح الآن اللي بعد، نمحي ونكمل. ثمانية على 55 زائد ناقص 7 على 11. من حسن الحظ أنه 11 من مضاعفات 5، حيث 11 في 5 تساوي 55. إذن تصبح 8 على 55 زائد ناقص 35 على 55. تلاميذ يقول لي أستاذة منين جبتي ناقص 35؟ 7 سالبة والخمسة موجبة، جودة عددين مختلفين في الإشارة، الناتج يكون سالب. حذاري، كاين ملاحظة، احترموا ترتيب الكسور. يعني 8 على 55 كانت مكتوبة الأولى، تبقى الأولى. ماشي كاين تلاميذ يدير لي هكا، يقول لي 5 ناقص 35 على 55 ومن بعد زائد 8 على 55. هذا خطأ. احترم الترتيب. 8 على 55 كانت مكتوبة الأولى، تكتب هنا قبل الكسر الثاني. هذا الخطأ شائع كثيرا بين التلاميذ، وقادر يوصلك أن تلحق حتى تلقى نتائج خاطئة، تروح لك كامل النقطة في الاختبار ولا في الفرض. إذا احترم الترتيب. نكمله. إذا نكتب المقام الموحد، ثم 8 هي الأولى، ناقص 35. إذا عددان ليس لهما نفس الإشارة، 8 موجبة و 35 سالبة، أطرح وأضع إشارة العدد الأكبر. إذا 35 بالسالب إذا تعطيني ناقص 27،
على 55. الو نروحوا الان للاخيره اللي هي عمليه طرح. كانوا كامل جمع، الان راح نروحوا للطرح ونديروا قوانين الطرح. ناقص 13 على 25 ناقص 2 على 5 من حسن الحظ 5 من مضاعفات 25، حيث 5 في 5 تساوي 25. إذا ناقص 13 على 25 ناقص 10 على 25، فتصبح ناقص 13 ناقص 10 على 25، عددان لهما نفس الإشارة، أجمعوا وأضعوا الإشارة المشتركة. إذا 10 سالبة و 13 سالبة، إذا نجمع وندير الإشارة المشتركة. إذا النتيجة النهائية هي ناقص 23 على 25. نروح الآن للتمرين 8. A تساوي ناقص 25 على 12 زائد 7 على 6 ناقص 5 على 9. هنا لازم نلقى المقام اللي يوافقهم كامل، نشوف الرقم اللي يشغل يكون من مضاعفات 12 و 6 و 9. انا صبته ساهل، هو 36، لانه 36 مضاعف تاعهم كامل. اذا ناقص 25 على 12 زائد 7 على 6 وناقص 5 على 9. نجيب قلم الاحمر. اذا 12 في واش نضربها باش تعطيني 36؟ نضربها في 3، اذا فوق ثاني نضرب في 3، 6 نضربها في 6، اذا 7 نضربها في 6، 9 نضربها في 4. اذا نجيد، دونك نبدا الحساب تاعي. اذا الاولى تعطيني ناقص 75 على 36، 42 على 36، 20 على 36. إذا الآن نكتب 36 مرة واحدة وندير البسوط تاعي اللي هي ناقص 75 زائد 42 ناقص 20. نبدأ ونطرحه شوية. إذا ناقص 74 و42 مختلفين في الإشارة، إذا نطرح دونك 74 عطاتني ناقص 32 ناقص 20، العدد اللي بقى على 36. لاحظوا بلي الآن العددان 32 و20 عندهم نفس الإشارة، إذا الآن ما نطرحش، الآن نجمع فتصبح 32. إذا النتيجة النهائية هي ناقص 52 على 36. إذا هذه هي الأ. نروح الآن للب. الأخ ب هي 1 على 4 زائد 5 على 8 ناقص 12 على 5. نحاول نلقاو المضاعف تاعهم، انا لقيته هو 40 اذا 40، اذا 4 باش ترجع 40 في واش نضربها في 10، 8 نضربها في 5، والخمسة نضربها في 8. إذا أكتب الآن الكسور الجديدة، 10 على 40 زائد 25 على 40 ناقص 12 في 8 96 على 40. إذا أكتب 40 مرة واحدة، ما عندي 10 زائد 25 ناقص 96. إذا نجمع قبل العشرة مع 25
تعطيني 35، لأنه عندهم نفس الإشارة إذا نجمع. إذا 35 ناقص 96 على 40. إذا هنا مختلفين في الإشارة، 35 موجبة و 96 سالبة. إذا نطرح وندير إشارة العدد الكبير، هنا 96 كتية اللي قيمتها أكبر أو أرقامها أكبر، فندو إشارتها. إذا ب في الأخير تساوي ناقص 61 على 40. آخر واحدة سي، عدنا 16 مع 3، المقامين 16 و 3. إذا لازم نلقاو المضاعف تاعهم في زوج. دونك سي ناقص 9 على 16 زائد 2 على 3. إذا هنايا نضرب مباشرة 16 في 3، 3 في 16، انه هذا هو اصغر رقم نقدروا نتحصلوا عليه. دونك 9 في 16 هي ناقص 144، 2 في 16 32، وهنا هي المقام الواحد اللي هو 3 في 16 هو 48. إذا لاحظوا بلي عددان مختلفان في الإشارة. إذا أطرح، إذا 112 سالبة لأنه 144 هي الكبيرة على 48. إذا هذه هي الحصة تاع البارح اللي ما كملناهاش، ما كفاناش الوقت. إذا كان بقينا منها في الحقيقة وكان باقي تمرين 7 و8، لكن 6 كاين اللي ما فهموش فعاود صححته في الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوه، واي مشكل تاعكم نستنى اموركم في التعليقات، مشاكلكم في التعليقات او استفساراتكم. اذا نتمنى لكم يوم سعيد، الى اللقاء.